أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرسل فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة نت: بسبب الإهمال الحكومي آلاف الأطفال مهددون بالأمية والتشرد في محافظة الأنبار. نقرأ في العرب اللندنية: زيارة واشنطن تفاقم قلق الحريري بشأن مصير حكومته. ونطالع في البصائر: الاتجار بالبشر في العراق جرائم تديرها عصابات متنفذة. نقرأ في كتابات: إيران تحذر المعتدين على معسكراتها في العراق. جاء في عربي 21: مقتل 15 مدنيا بغارة جوية روسية على مخيم للنازحين بسوريا. نقرأ في القدس العربية: العراق كتل سنية تنتنو الانسحاب من تحالف الفتح خوفا من العقوبات الأمريكية. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العربي الجديد: استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب مستوطنة عطسيون. أهلا بكم. عن القتل والإبادة في العراق والتيار الإيراني الحاكم كتب عبد القادر أبو عيسى في موقع كتابات، وجاء فيها: تناقلت وسائل الإعلام المرئية وقنوات فضائية ومواقع التواصل الاجتماعي موضوع انتشار جثث بشرية لرجال ونساء وأطفال مقطعة جثثهم ومرمية في الشوارع وعلى المزابل شمال بابل. هذه المنطقة تحديدا تسكنها أغلبية سنية، وهي منطقة جرف الصخر واللطيفية وقسم من منطقة الإسكندرية. في محاولة للتغطية على هذه الفضيحة، قام عدد من المواطنين بدفن 70 جثة في مقابر كربلاء وعلى حسابهم الخاص. تصريحات مختلفة للنواب المسؤولين وعناصر من الأجهزة الأمنية، أبرزهم رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية وضباط كبار في وزارة الداخلية. أقوالهم متناقضة وتصريحاتهم مرتبكة مشوشة وغير متجانسة. بعضها تقول إنها قديمة محفوظة في ثلاجات الطب العدلي في محافظة بابل، والمصادر الأخرى تنفي هذه الرواية. دفنت هذه الجثث في مقبرتين جماعية في محافظة كربلاء من قبل بعض المواطنين وعلى حسابهم الخاص بحسب تصريحهم من خلال القنوات الفضائية. الدولة صامتة والقضاء أخرس أمام هذه المهزلة الجريمة الجماعية المبرمجة التي تقوم بها الأحزاب المتنفذة الحاكمة الشيعية وميليشياتها الطائفية منذ الاحتلال وإلى اليوم. هذه الأعمال متوقعة وغير مستغربة، ولكن ليست بهذا الحجم والكم. وما ذنب الأطفال حتى تقطع جثثهم بهذا الشكل؟ إنها مأساة وفضيحة إنسانية، إبادة جماعية تشكل خللاً في جسم الدولة السياسي تسمو إلى درجة العالمية. يضيف الكاتب أن أهالي منطقة جرف الصخر السنية هجروا من مناطقهم منذ سنين طويلة، وكذلك أهالي المناطق القريبة منها، ولم يسمح بالعودة لأهلها بالرجوع إلى مناطقهم. والحجة الإرهاب وداعش والأكاذيب المختلفة بحقهم. متى سيعودون ويستقر حالهم؟ لا يعلم ذلك إلا الله. جاء في العربي 21: الظهور في وسائل الإعلام أمر لا يفضله الهاشمي، فحس العمل السري الذي تشبع به خلال وجوده في منظمة بدر حصنه من الحاجة إلى التواصل مع أي جمهور له. طبعا هذا تقرير لصحيفة العرب اللندنية حول رجل بدر وذراع إيران الضاربة في العراق. بعدما تحول من زعيم ميليشيا مسلحة تنشط في الميدان إلى مدير لمكتب رئيس الوزراء، وهو منصب في نظام المحاصصة العراقية ينافس رئيس الحكومة على بعض صلاحياته، بات أبو جهاد الهاشمي أكثر الشخصيات التي يتردد ذكرها في كواليس السياسة العراقية منذ شهور. يمنح نظام المحاصصة مدير مكتب رئيس الوزراء، وهو بدرجة وزير وفقا للقانون العراقي،
صلاحيات واسعة كثيرا ما كانت موضع جدل، لكنه يستوجب أيضا أن يكون شاغل هذا المنصب من غير الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء لضمان دور الرقيب. الهاشمي يحتكر حق تزكية جميع المرشحين لشغل الحقائب الوزارية بعدما قبض على منصب كبير في مفوضي عبد المهدي مع الأحزاب السياسية لتتجاوز صلاحياته كثيرا دور الرقيب الذي يفترض أن يلعبه. لا يحمل الرجل الكثير من الشهادات الجامعية على غرار بعض مجايليه من الساسة والمسؤولين العراقيين الذين يستعرضون شهاداتهم الجامعية بسبب وبلا سبب، بالرغم من الحديث الواسع عن أن معظمها مشترى، ومع ذلك يجلس أبو جهاد خلف رئيس الوزراء ويراجع الكثير من قراراته. ويرى بعض المطلعين على كواليس السياسة في العراق أن الهاشمي ربما يكون هو رئيس الوزراء الفعلي في العراق، وأن عبد المهدي يكمل المشهد العام ليس إلا. العرب اللندنية تقول: ضباط عراقيون كثر يقولون أن الهاشمي لديه تخويل من عبد المهدي لتحريك أي قطعات عسكرية في طول البلاد وعرضها، فيما يكشف مسؤولون في وزارة المالية أنهم يراجعون سياسة العراق المالية مع الهاشمي وحده. انشغلت عدة صحف وقنوات عربية بخبر إلقاء القبض على حج حمزة الشمري زعيم مافيا محترف كما يوصف، ومن أكبر تجار المخدرات في العراق، الذي يدير أيضا وببراعة شديدة كل أماكن لعب القمار والدعارة المنتشرة في البلاد، وكل ذلك كان يتم بتغطية من جهات متنفذة سياسية مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي. طبعا وكم نحن مخطئون كما يقول الكاتب، وعلى نياتنا إن اعتقدنا أن المليون دولار هو مبلغ شهري، إنه مبلغ يومي. جاء ذلك في تقرير لصحيفة القدس العربية. يقوم الشمري مليون دولار ليؤمن الحماية لكل عمليات الفساد التي يقوم بها، والتي أثمرت له عشرات من صالات القمار والملاهي الليلية الموزعة وسط بغداد. ولكن كيف يصدمنا المبلغ المهدى هذا لولي الأمر إن كانت فقط الأموال التي قام بتهريبها قد بلغت نحو 3 مليارات دولار؟ هذا عدا الأموال والعقارات التي يملكها داخل العراق وخارجه. هو لم يبدأ مهنته هذا حديثا، إنما تعب وعمل بجهد كبير لسنوات طويلة وبمباركة من أهل السلطة. ويبقى السؤال: هل الشمري هو بطل الفساد الوحيد في العراق؟ ولما لم يلقى القبض على باقي المسؤولين الذين نهبوا خيرات البلد وأمواله وما زالوا وتركوا الشعب في معاناة لا توصف؟ لماذا ما زالت معاناة الشعب العراقي مستمرة؟ في كل يوم نسمع عن الفساد وعن أرقامه الكبيرة والمهولة. لماذا ما زال الفساد موجودا في مؤسسات الدولة؟ أين المسؤولون؟ أين المتصدون؟ أين أموال البلد؟ أين تذهب؟ إن شمري ليس إلا كبش فداء قد يكون اعتقل كتصفية بعد إغضاب أحد الرؤوس الكبيرة، أو ربما لأن مليونا من بين ملايين الدولارات لم تصل الجهة المتنفذة حسب الاتفاق المسبق، أو ليوهم الشعب أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية فيعتقلون واحدا كي ننسى العشرات غيره. هناك عدد كبير من المسؤولين السابقين والحاليين يتمتعون بأموال العراق وينعمون بأرزاق شعبه، ولا أحد يجرؤ على القبض عليهم وإدخالهم السجن كما يستحقون. لقد اعتقدنا أن حال العراق سيتحسن بعد القضاء على داعش، لكننا انتهينا منها لتواجه البلاد مشكلة أكبر، وهي الفساد الذي يستمر منذ 2003 ولحد الآن، ولا نعرف إن كان هناك حتى أمل ضعيف في القضاء عليه. من اليمن إلى ليبيا ومن سوريا إلى لبنان والعراق، تشهد المجتمعات إصراراً من قوى الأمر الواقع على تغليب الانقسامات على عوامل التعايش. خذلت المجتمعات وأجبرت عنوة على نسيان ما كان يجمعها
وأرغمت على الاستكانة والاصطفاف لا اقتناعا طبعا بأنهما يضمنان أي سلامة، وإنما بحثا عن وقت مستقطع فقط لتفكر فيما يعينها على البقاء وفي التدبر للفرار وللهجرة ولو في قوارب الموت. جاء ذلك في مقال للكاتب عبد الوهاب بدر خان في صحيفة الحياة. لا يوحي المشهد العربي بغير الخوف والاضطراب والإحباط، هذا واضح في البلدان المذكورة بالإضافة إلى فلسطين، حيث بات الجميع أسرى حروب يعتقدون أنهم مسيطرون على مجرياتها ويريدون لها أن تدوم، طالما أن اليقين مفقود بالنسبة إلى مستقبل لا يفكرون له معا ولا يتخيلون العمل على بنائه معا. المستقبل شأن الآخرين المتدخلين الخارجيين، لا شأن الذين تجندوا في خدمة أجنداتهم. يشهد على ذلك مسلسل الهدنات الهشة والمصالحات الخادعة والحلول المبتورة أو المعطلة، لكن حتى في الجانب الآخر من المشهد في البلدان المستقرة أو شبه المستقرة يبدو الاصطياف هذه السنة نوعاً غير اعتيادي من الهروب من واقع قلق ومتوتر أكثر من كونه طقساً موسمياً وتقليدياً. وفي الجانبين تخوض القوى الإقليمية إسرائيل وإيران وتركيا بدعم من القوى الدولية أو باختلاف معها نزاعات لاقتطاع بعض من الجغرافيا العربية هنا أو للظفر بهيمنة هناك ونفوذ هنالك. ثمة تحذيرات من عودة لتنظيمي داعش والقاعدة اللذين لم يذهبا بعيدا في أي حال، لأن المستثمرين فيهما لا يزالون هنا ويسعون إلى التمدد. إذن هناك وقائع بالغة الإيلام حصلت في سوريا أيام الحصارات وفي العراق ضد مدنيين لا علاقة لهم بداعش بل فارين منه، وتحصل أيضا في اليمن حيث ينهب الحوثيون المساعدات الغذائية ليتربحوا من الاتجار بها، حيث لا يبالي أمراء الحرب ومقاتلو الميليشيات وشبيحة الأنظمة بحجم الأثر الذي يتركه انتهاك الكرامات والحرمات في نفوس من يفترض أنهم مواطنوهم. جاء في العربي الجديد: ينذر الهجوم الروسي على ريفي حما وإدلب بنهاية قريبة لاتفاق أستانا الذي حدد حينذاك 4 مناطق لخفض التصعيد تتوزع في ريف دمشق وحمص ودرعا وإدلب من أجل التمهيد لعملية سياسية تفضي إلى حل بين السوريين، ولكن هذه المناطق سقطت تباعا بين الروس بيد الروس الذين لم يحترموا الاتفاق إطلاقا وتراجعوا عنه خطوة خطوة من أجل إعادة تأهيل النظام السوري وتمكينه من حكم سوريا. عن مصير اتفاق أستانا كتب بشير البكر في صحيفة العربي الجديد: ويمكن اليوم تسجيل حصيلة الاتفاق سوتشي في نقطتين أساسيتين. الأولى شن الروس حرب تدمير شاملة على ريفي حما الشمالي وإدلب الجنوبي، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون من أهل هذه المناطق، وشملت الحرب التدميرية كل المرافق الحيوية من مدارس ومشافي ومنشآت اقتصادية. والثانية تحقيق نتائج عسكرية متواضعة جدا على الرغم من استخدام أسلحة جديدة ذات قدرة تدميرية هائلة. وفي الوقت نفسه خسرت قوات النظام عدة آلاف ولم تعد قادرة على التقدم، الأمر الذي دفع روسيا إلى أن تزج قوات روسية خاصة في المعارك الدائرة حاليا من أجل تحقيق خرق نوعي في جبهات القتال في ريف حما الشمالي من أجل الوصول إلى ريف إدلب الجنوبي للسيطرة على المنطقة التي تشكل عقدة طريقي حلب دمشق وحلب اللاذقية. وإذا تحقق هذا الأمر قريبا فإنه سيكون الإنجاز الوحيد للروس، ولكنه يظل إنجازا برسم التطورات في منطقة متحركة يوجد فيها عشرات آلاف المقاتلين من المعارضة الذين لم يبقى أمامهم سوى خيار القتال. طبعا ومع نهاية سوتشي تكون أستانا قد أسدلت ستائرها على واحدة من أكبر الأكاذيب التي ابتدعتها الدول الضامنة وسوقتها عامين
كاملين من أجل تسويات وصفقات خاصة بينها، وبعيد كل البعد عن مصالح الشعب السوري الذي دفع الثمن ولا يزال. هناك ارتياح حذر في تركيا نظرا للتجارب السابقة غير المشجعة التي شهدتها العلاقات التركية الأمريكية في الآونة الأخيرة، مثل اتفاق منبج الذي لم تلتزم واشنطن ببنوده بل استغلته للمواطلة وكسب مزيد من الوقت لصالح وحدات حماية الشعب الكردي، وبعد إعلان توصل الجانبين التركي والأمريكي إلى اتفاق لإقامة المنطقة الآمنة طرح هذا السؤال نفسه: هل سيكون مصير هذا الاتفاق كمصير اتفاق منبج؟ مقال للكاتب إسماعيل ياشا في موقع عربي 21. تركيا كسبت خلال السنوات الأخيرة تجارب واسعة في التعامل مع الولايات المتحدة والتصدي لضغوطها وابتزازاتها، ومن المؤكد أنها تضع كافة الاحتمالات في الحسبان وأن لديها خططا بديلة في حال وصل تطبيق الاتفاق في أي مرحلة من مراحله إلى طريق مسدود أو انحرف عن أهدافه المرسومة. وكان الجيش التركي قد أكمل استعداداته لإقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا وحده دون التنسيق مع الولايات المتحدة، وبعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن رفعت تلك الخطط إلى الرفوف، ولكنها يمكن أن تنزل منها إذا اقتضت الحاجة. المقارنة بين اتفاق منبج واتفاق المنطقة الآمنة لا تصح، لأن اتفاق المنطقة الآمنة والمساحة المعنية بها أوسع بكثير من منطقة منبج، كما أن تركيا لديها أهداف تريد تحقيقها من خلال المنطقة الآمنة ولا يمكن أن تتخلى عنها. ويأتي على رأس تلك الأهداف القضاء نهائياً على احتمال إقامة ممر يمتد من حدود العراق إلى البحر الأبيض المتوسط ويسيطر عليه حزب العمال الكردستاني، وهذا الهدف في غاية الأهمية لتركيا لأنه متعلق بأمنها القومي ووحدة ترابها. يقول الكاتب: إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا ستؤدي إلى عودة نسبة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وكانت وحدات حماية الشعب الكردي قامت بتطهير عرقي في القرى العربية وتهجير سكانها العرب تحت تهديد السلاح، ومن المتوقع أن تعيد هذه الخطوة ديموغرافية المنطقة إلى وضعها الطبيعي من خلال إعادة أصحاب الأرض من أبناء القرى العربية إلى بيوتهم. بعيدا عن السياسة، وفق دراسة نشرت في مجلة آي ساينس العلمية، فك العلماء لغز الجزيئات المسؤولة عن توهج أسماك القرش القطية وكشفوا عن الآلية الجزئية المسؤولة عن ذلك الضوء الحيوي. القروش القطية هي إحدى أكبر فصائل أسماك القرش، ولها أعين شبيهة بالقطط وتستوطن البحار المعتدلة والاستوائية وتعيش في الأعماق بالقرب من قيعان البحار وتتغذى على الأسماك واللافقاريات. وبحسب الدراسة، فإن القروش القطية المتوهجة لديها آلية توهج لم ترى من قبل في أي كائن حي آخر، ويتميز جلدها ببنية متفردة تمتص الضوء الأزرق في قاع البحر ثم تعيد إصداره في شكل ضوء متوهج باللون الأخضر. ولاحظ الباحثون أن أسماك القرش تبدو نظيفة بشكل غير عادي دون أي تلوث بيولوجي أو نمو على جلدها، على الرغم من أن أنواع القروش المشاركة في هذه الدراسة تقضي كثيرا من الوقت في الرواسب التي تحتوي على بكتيريا أكثر من عمود الماء. في خبر آخر، اضطر قبطان طائرة روسية أقلعت من أحد المطارات في ضواحي موسكو إلى الهبوط مجددا بعد لحظات من إقلاعها بعد أن اصطدمت طائرته بسرب من الطيور. تسبب الاصطدام بتعطل بعمل محركي الطائرة ما استدعى هبوطها في حقل ذرة
قريب من مطار جوكوفسكي الذي أقلعت منه الطائرة، الأمر الذي أدى لإصابة 23 شخصا بجروح بين متوسطة وطفيفة. من جهة أخرى، كشفت شركة أورال إيرلاينز عن اسم طيارها الذي أنقذ حياة 226 راكبا عندما هبط بطائرته بسلام في حقل الذرة. وأفادت متحدثة باسم الشركة بأن قائد الطائرة هو ضمير يوسو بوف البالغ من العمر 41 عاما، والتحق بالشركة بعد تخرجه بدرجة امتياز من جامعة بطرس بورغ الحكومية للطيران المدني في عام 2013، وتجاوز معدل تحليقه 3000 ساعة من الطيران. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.